وللمزيد حول اجتماعات اليوم الخامس للجنة البرلمانية المختصة ببحث برنامج الحكومة ينضم إلينا مباشرة من مجلس النواب مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هو اليوم الخامس واللجنة الثامنة انتهت بالفعل منذ قليل وبدأت اللجنة التاسعة. هذا الاجتماع بين عدد من النواب 42 نائبا بالفعل يجتمعون مع الوزراء المعنيين بالوزارات المختلفة ويكون اختيار الوزراء يعني سويا على أن يكون مهام هذه الوزارات متشابك أو لهم صلة ببعضهم البعض. اليوم في اللجنة الثامنة صباح اليوم التي استمرت لما يقرب من 4 ساعات أو إلى 5 ساعات كمان هذه اللجنة للجنة الطاقة تحديدا وهي وزارة البترول ووزارة الكهرباء وبالطبع بما يرتبط بها هي وزارة البيئة. كان الحديث في الأساس على أو أهم الملفات كانت أزمة الكهرباء التي مر بها الشعب المصري خلال الفترة الماضية وآليات التعامل مع هذه الأزمة وكيفية منع حدوثها في المستقبل. عرض بالطبع وزير الكهرباء الخطة الخاصة به خلال الفترة القادمة وبالطبع قدم النواب تساؤلاتهم المختلفة فيما يتعلق بهذا الملف ملف الكهرباء وكيفية التعامل وهو يرتبط بشكل مباشر بملف الطاقة وزارة البترول وتوفير أيضا الغاز وتوفير الوقود بشكل عام المختلف في تشغيل هذه المحطات وآلية التعامل مع هذا الملف. كان هناك أيضا نقاش فيما يتعلق بوزارة البترول من كيفية الاستفادة من المناجم المختلفة مثل مناجم الذهب وأيضا تحديدا تم طرح ملف حقل ظهر لاستخراج الغاز الطبيعي. وأيضا الملف الثالث فيما يتعلق بوزارة البترول هو توفير بشكل عام أو استخدام بشكل عام موارد الدولة بشكل صحيح وتوجيهها للأماكن الصحيحة. ربط ذلك أيضا وزارة البيئة فكيفية التعامل مع الكهرباء وإنتاج الكهرباء وأيضا استخدام الآليات الخاصة بالطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء، كيفية استخدام هذه الآليات، كيفية تطوير الطاقة الخضراء وتحديدا الهيدروجين الأخضر. وكان لمصر باع طويل في هذا الملف ملف الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية وخصوصا منذ مؤتمر المناخ COP27 وكان هناك توجهات وبالطبع استثمارات بدأت بالفعل فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر. ولكن النقاش الأهم هو آليات مساءلة هؤلاء الوزراء خلال الفترة القادمة. كانت آليات التساؤل أو المتفق عليه هو ما بين 6 أشهر إلى عام أن يكون هناك اجتماع لهؤلاء الوزراء والمعنيين لهذه الوزراء مع اللجان النوعية أو اللجان المختصة داخل مجلس النواب لمناقشة ومراجعة ما تم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع. كان هذه أهم النقاط التي تمت مناقشتها في اللجنة الأولى. اللجنة الثانية بدأت منذ دقائق بالفعل وهي وزارة الزراعة ووزارة الري وهي من أهم يعني الوزارات فيما يتعلق بمس المواطن بشكل مباشر بجانب الكهرباء بالطبع، لكن كيفية زيادة استصلاح الأراضي الزراعية. تم الحديث مع وزيرة البيئة في مشروع المليون شجرة الذي كان يعني مفترض أن يتم تطبيقه على أرض الواقع. كان هناك حديث مع وزيرة البيئة أيضا في الآليات الجديدة للتعامل الأخضر والتحول الأخضر. كل هذه التساؤلات تم طرحها ولكن هذا يمس بشكل مباشر وزارة الري ووزارة استصلاح الأراضي الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية الذي يعني جاري الآن مناقشتهم وجاري طرح الأسئلة بالفعل من النواب. لكن عندما تحدثنا مع النواب المسؤولين يعني تحدثوا معنا فيما يتعلق بالزراعة والري عن آليات هي بالفعل ملفات هامة كريم الاكتفاء الذاتي من المياه، ربما هذه من أهم الملفات بالفعل. والآن أعود إليكم. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس، كنت معنا مباشرة من مجلس النواب.